تاريخ الشوكولات بدأ في أمريكا الجنوبية في القرن 17 قبل الميلاد. حلو. وبعدها مع الرحلة الاستكشافية الأوروبية في القرن 17 أخذوا كريستوف كولومبوس أول مرة لأوروبا وتعرف العالم كله على شوكولاتة. جميل. طيب شيف قل لنا اليوم عن تكلمنا عن تخصصك أكثر، من كم سنة بدأت دخلت هذا المجال؟ هل الشيف متخصص فقط في الشوكولات ولا نحن نقدر نقول هو شيف حلويات ومنها كمان من ضمنها الشوكولاتة؟ شيف حلويات من ضمن اختصاصاته الشوكولات. وشخصيا درست الحلويات سنتين والشوكولات سنة. و الشوكولات في حد ذاته يعني تصنيع الشوكولات يعتبر علم قائم بذاته. أيوة صحيح. يدخل فيه الكيمياء مع الدائقة الرفيعة مع الحس الفني. طيب كلمنا عن أنواع الشوكولات، أنت أيهما تفضل أول شيء؟ أنا أفضل شوكولات الداكنة. 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 ذوق. في بالنسبة أنواع الشوكولات في ثلاث أنواع رئيسية اللي هي الداكنة والبيضة والحليب. سمعني كمان الفترة الأخيرة في الشوكولاتة الحمراء هذه جديدة ولا بيضيفوا لها صبغات؟ حاليا في شوكولاتة اسمها الروبي اللي هي شوكولاتة وردية، ف هي حاليا مش معروف مصدرها الرئيسي. نعم. طيب بالنسبة لل يعني أنا عندي شغف دائما الأشخاص اللي يحبوا هواة الطبخ خاصة عندنا في السعودية، الفترة الأخيرة صرنا نسمع اسم شيف موجود وصار في دعم أيضا. عن طفولتك كيف كنت تدخل المطبخ؟ الوالدة كانت تساعدك ولا تقول لك يلا تسحبك من أذنك وتطلعك من المطبخ؟ لا ابتديت مع الوالد. أوكي. يعني محل حلويات. أوكي. من سن 15 سنة ما شاء الله بدأت أتعلم معاه وأشوف كيف الشوكولات كيف يعني يصنعوها الحلويات وكل مختلف أنواع. حلو. طيب لو نبي نتكلم على الدارك شوكولات ومزجها بفليفرز معينة بحيث إن هي تحلي طعمها، يعني الدارك شوكولات حلاوتها في مرارتها لكن إضافة معها أشياء بتعمل لها كذا رونق خاص وطعم كمان مختلف أيضا. فعلا الدارك شوكولات فيها نسب بنحاول نحليها غالبا باشياء مثلا صوت الكراميل، عجينات البندق، اشياء كثيره عشان تعطيها تخفف نكهه المروره فيها وتخليها يعني مرعبه. جميل. طيب نحن قاعدين نشوف هنا غير الشوكولاته الداكنه البيضه العاديه اللون الاخضر، ايش الاضافات اللي انتم تحطوها بس كده كزينه يعني شكل ولا لها طعم في الاساس؟ لا لها طعم في الاساس. مثلا الشوكولاته الخضراء هي شوكولاته بعجينه الفستق. اوكي. بيستاشيو. بيستاشيو. جميل جدا. طيب لو الان نبغى نحافظ على الشوكولات كيف نقدر نحافظ عليها؟ احسن طريقه للحفاظ على الشوكولات هي لازم نحميه من ثلاث عوامل رئيسيه اللي هي الرطوبه والحراره والضوء، يعني هذه ثلاث عوامل تاثر على الشوكولاته. ف درجه الحراره لازم تكون من 14 ل 18 درجه حراريه والرطوبة أقل من 60. طب الآن بما أنك شيف أنت حضرتك عملت الشوكولات هذه أيهما تفضل أكثر واحدة؟ والله كلهم قريبين. كلها هي اللي كنت تقولي في تفضيل اليوم. ايش اصعب وحده انه الواحد يقوم فيها؟ انا اتوقع هي قوالب بتنعمل يعني فعلا. صح؟ فعلا. كل يعني شوي بنحاول نصير اي طيب ايش الذ وحده؟ الذ صراحه كلهم لذيذين. شخصيا افضل السي دارك هي الدارك شوكليت. حلو.